المعاش الحد الأدنى تاعو هو 20,000 دينار، والمنحة تطلع ل 15,000 دينار. المعاش يبدأ من 15,000 دينار، ومجرد أنه عنده معاش يروح ل 20,000 دينار جزائري. أود التأكيد على أنه يعني المنحة، الفرق بين المنحة والمعاش، يعني مش راح تتلاقى المنحة بالمعاش. هذا يعني جميع العمليات الحسابية باش نوضح للإخوة برك اللي كانوا يتكلموا يقولوا ممكن المنحة تلحق المعاش، مستحيل، لأنه المعاش يبدأ من 15,000 دينار، ومجرد أنه عنده معاش يروح ل 20,000 دينار جزائري. يعني حتى المثال اللي ضربوا الاخ في البدايه، خلاص او مش عارف شكون ضربوا المثال تاع يخلص 4 ملايين وتدي 2.5% في 15 سنه، معناتها تولي 37.5% من 4 ملايين خام، اللي هي هو جاب ديريكت يعني 15,000 دينار جزائري. وقال لك واحد اخر يخدم 5 سنين ويخلص 4 ملايين، 5 في 2.5 من الخام تولي 12.5%، تضربها في 4 ملايين تولي في 500,000 ديريكت، معناتها ال 500 تطلع ل 15,000، بصح ال 15,000 دينار تروح ل 20,000، يعني ما يلتقاوش، ما تلاقاش المنحة بالمعاش. يعني هذا القانون وضحها، والمادتين وضحوها، المعاش الحد الأدنى تاعو هو 20,000 دينار، والمنحة تطلع ل 15,000 دينار، لأنه لما تشوفوا يعني المغزى من يعني المغزى الحقيقي من طرف قرار السيد الرئيس الجمهورية اللي هو حماية القدرة الشرائية للمواطن، كان أكدها درك الأخ النايب في آخر مداخلة، وين تشوفوا الاستفادة تاع الناس اللي كانت مثلا تدي في المنحة تدي 5,000 دينار جزائري، وبعد يلقى روحه يدي 1.5 مليون، وإنسان كبير يلقى روحه يدي 1.5 مليون، يعني عندها أثر كبير. وفي الناس الكل اللي تزاد تلم، يعني الحد الادنى حتى اللي يفوت الحد الادنى في الدرجات اللي درنا عنده 2000 دينار جزائري. ولما تزيد تشوف هذا الجهد وهذا يعني تشوف المعيار تاع الثمن تاعها ولا القيمه الماليه تاع هذا الاجراء تاع التحيين في المنحه وفي المعاش، تلقى في المجموع هو يعني في المجموع فايت 110 ولا 115 مليار دينار جزائري او اكثر، 120 مليار دينار جزائري مقسوم بين ميزانيه الدوله ومداخل الصندوق. وكي تزيد تلموا مع الاستثنائي تاع الرفع المرفع المنحه والمعاش تاع اول ماي، مع بعضهم 200 مليار دينار جزائري. 200 مليار دينار جزائري يا جماعه راهو مبلغ في 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 في, في موضوع الميزانيات جميع الدول. كي تكون 200 مليار دينار جزائري كيتحولها بالدولار ما يقارب 1.5 مليار دولار. يعني دوله بوست كوفيد، وهذا وين بدا الانعاش الاقتصادي العالمي بدا يتحرك، وكاين حمايه اجتماعيه، معناتها الجهد هذا لازم نثمنوه، لانه هذا الجهد اللي تقوم به الدوله الجزائريه في هذا الاختصاص في هذا المجال لياكد البعد الاجتماعي للجزائر، هذا لازم نثمنوه كنواب كمسؤولين في الحكومه كاعلام لازم نثمنوه. يعني وراه الدوله اللي تمد ضخ 1.5 مليار دولار بالتقريب في الجانب الاجتماعي بعد هذا في المرحله هذه اللي كنت تشوفوا، يعني بالمقارنه تلقاو تشوفوا الدول كيف راهي قاعده تمشي. يعني وانتم الكل تعرفوا، مانيش انا اللي راح نزيد لكم معلومه، انه هذا شيء بالنسبه يعني دول واحده اخرى شيء من المحال. يعني هذا هو اللي جاء في النقاش، يعني اللي عنده علاقه بالموضوع. اذا هذا التعديل راهو جاء لصالح المجتمع، لحمايه القدره الشرائيه للمواطن، لحمايه المعوزين، لحمايه المتقاعدين، لاعطاء نفس جديد. وهذا الاجراء اللي قام به السيد رئيس الجمهوريه يجب تثمينه. وحتى الاخوه اللي قالوا باللي القانون جديد لتثبيت هذا القرار، ولكن القيمه تاعو هي قيمة قوية اجتماعيا، وقيمة قوية يعني اقتصاديا، وقيمة قوية في البعد الحقيقي الاجتماعي للدولة الجزائرية، وقيمة قوية لتجسيد الدستور في بنده المتعلق باجتماعية الدولة الجزائرية. هذه يعني نظن هذا هو الشيء الذي تعلق بالنص في حد ذاته. انا حاب كاين يعني هي انتم تعرفوا باللي يعني ما المفروض نهضر الا في النص.